غادة جنتري ملعب ويمبلي بعد ما حضر جلسة استماع بدأت يوم الاثنين حول إساءته العنصرية لمدافع نادي كوينز بارك رينجرز أنتون فرديناند خلال مباراة الدوري الإنجليزي بأكتوبر 2011، وما أدلى تيري ولا بالتنس تواصلت امبارح بالعاصمة اليابانية طوكيو فعاليات بطولة باسيفيك أوبن يلي جمعت بأول مباراة ضمن الدور ربع النهائي الروسية ناديا بيتروفا والدور ربع النهائي بسبب الإرهاق. بعدنا بالتنس واستكملت امبارح فعاليات اليوم الرابع لبطولة تايلاند المفتوحة للرجال بالعاصمة بانكوك. جمعت أول مباراة